اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في اطلالتنا الاولى من برنامج سوريا في اسبوع عبر شاشه الحوار. وفي هذه الحلقه نناقش واياكم مجموعه من الملفات السوريه البانوراميه. اولها نتحدث عن التوقيت والدلالات وراء التحذير الامريكي للنظام السوري من مغبه استخدام السلاح الكيماوي. اما في ملفنا الثاني وهو الملف السياسي. تحضيرات لعقد مؤتمر استانا الخامس بين النظام والمعارضه للحديث عن نشر قوات بمناطق خفض التوتر. لكن في الملف الانساني حيث نستعرض ونناقش فيه اوضاع السوريين كيف استقبلوا عيد الفطر السعيد. وقضيتنا الساخنة مشاهدينا نتناول فيها احتدام الصراع الاقليمي والدولي على النفوذ في سوريا مع قرب معركة الرقة ابقوا معنا إذا في ملفنا الأول نتناول تحذير البيت الأبيض لرئيس النظام السوري بشار الأسد من تكرار الهجمات بالأسلحة الكيماوية قائلاً إن الولايات المتحدة لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن الاستعدادات جارية لتنفيذ هجوم من هذا النوع وهو الأمر الذي نفته دمشق ولاقى تنديدات من موسكو وطهران من مغبة القيام بأي تحرك عسكري ضد الأسد. هذا التقرير لدينا فيه مزيد من التفاصيل عاد الحديث عن الكيميائي الى الساحه السوريه ليفرض نفسه حدثا ساخنا على العواصم الدوليه والاقليميه المعنيه بالازمه العوده اتت من بوابه التحذير الامريكي شديد اللهجه يوم الاثنين الماضي عندما هدد البيت الابيض رئيس النظام السوري بشار الاسد بانه سيدفع ثمنا فادحا هو وجيشه اذا شن هجوما بالاسلحه الكيميائيه واضاف البيان ان الانشطه تشبه الاستعدادات التي قام بها النظام قبل هجومه الكيميائي في الرابع من نيسان ابريل الماضي لم ينتهي البيت الابيض من اذاعه البيان حتى وصل صداه الى العواصم الكبرى فالمعني الاول بالازمه السوريه روسيا خرجت على الفور لتندد بتهديدات واشنطن وتصفها بغير المقبوله. حليفتها في الملف السوري طهران كان كلامها اكثر حده حيث حذرت واشنطن من تبعات اي هجوم جديد على النظام السوري مؤكده ان اي هجوم سيغير معادلات الاعتداءات الامريكيه التي بقيت من دون رد. النظام السوري لربما حمل كلامه ابعادا تشي بما وراء التهديد حينما قالت حكومه النظام ان الهدف من وراء التحذيرات الامريكيه تبرير عدوان جديد على البلاد بحسب وصفها. سخونه في البيانات وتصعيد في اللهجات يرجح محللون أن يفتح فوهة الصواريخ والقاذفات العابرة للقارات ويغير المعادلات فعلا على الأرض ولكن بالحديد والنار لا بالتفاهمات. التقرير مشاهدينا، التحذيرات الأمريكية تأتي بعد عدة استعمالات للسلاح الكيماوي من قبل النظام السوري وصلت إلى عشرات المرات وخلفت مجازر بالمئات وكذلك بالآلاف. أبرز الهجمات الكيماوية في سوريا كانت في مارس آذار من العام 2013 حينما أطلق النظام السوري غاز السارين في خان العسل بحلب ما أدى إلى اختناق العشرات تبع هذه المرة أيضا مرة ثانية كانت في الحادي والعشرين من أغسطس آب من العام 2013 ارتكاب النظام مجزره في الغوطه الشرقيه باستخدام غاز السارين، راح ضحيتها نحو 1500 مدني في في تلك اللحظه، ما دفع الامم المتحده الى تدمير اغلب المخزون الكيماوي السوري. ايضا مشاهدينا هنالك رقم اخر او تاريخ اخر وهو 29 من ابريل نيسان من العام 2014، ايضا استخدم النظام السوري غاز السارين في سراقب بريف ادلب. بالرغم من التحذيرات الأممية والأمريكية لكن ذلك طبعا لم يستدعي أي رد فعل دولي على ذلك ما دفع النظام ليعود ويستخدم غاز الكلور في هجمات بريف في إدلب في عام 2015 وكذلك أيضا يكرر الأمر في أغسطس في مدينة سراقب بريف في إدلب أما المرة الأخيرة كانت في أبريل نيسان من العام 2017 بعد هذه المرة الظاهرة معنا على الشاشة النظام السوري ارتكب مجزرة في مدينة خان شيخون بريف إدلب باستخدام الغازات السامة وهو ما أدى أيضا إلى قصف الولايات المتحدة لقاعدة الشعيرات التي انطلقت منها الطائرات في ذلك الوقت دعوني مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو المحلل والكاتب السياسي عمر كوش سيد عمر بداية أهلا فيك معنا أهلا وسهلا فيك هل تتوقع أن يختم فعلا النظام السوري هذه المرة على هجوم كيماوي آخر على الرغم من وجود تحذير أمريكي حاليا؟ يعني بعد التحذير الأمريكي الذي طبعا أطلقته الإدارة الأمريكية من أن النظام يقوم بتحذيرات مشابهة لما قام به في مجزرة خان شيخون يبدو أن النظام يعني فهم الرسالة وحتى الامريكان نفسهم قالوا ان الرئيس السوري رئيس النظام السوري استجاب لهذا التحذير ويبدو ان الاستعدادات او التحضيرات التي كان يمكن ان يقوم بها ويرتكب مجزره جديده يبدو انها يعني على الاقل توقفت او اما طبعا خوفا من هذا التحذير او طبعا تنبيها ربما من حلفائه الروس. البعض ايضا يربط انه ربما حتى اذا ما وجد النظام رادعا فان ما حصل في شعيرات في المره الاخيره هو الرادع وليس التحذير الامريكي الحالي، خوفا من ضربه ربما تكون حتى اكبر مما حصل في شعيرات في المره الاخيره. صحيح هذا بالضبط لان اداره الرئيس السابق اوباما يعني تعود النظام عليها وبالتالي برغم الخطوط الحمر التي وضعها نفسه الرئيس طبعا السابق باراك اوباما لكن النظام تخطاها عده مرات وحتى المجزره الكبرى في الغوطتين في غوطتي دمشق يعني لم تسفر الا عن تسليم جزء من السلاح الكيمائي الذي يمتلكه من ترسانه كبيره طبعا لدى النظام وطبعا النظام لم يتوقف عن استخدام الكيماوي اما مع مجيء اداره ترامب سجل الرئيس ترامب سابقا الحقيقه بضربه لقاعده الشعيرات والان عندما طبعا استشعرت الولايات المتحده الامريكيه ان هناك تحذيرات مشابهه لمجزره خان شيخون وجهت تحذيرا الحقيقه يعني قويا باستهداف الاسد وجيشه وهذه طبعا لاول مره تستخدم هذه اللغة ضد جيش الأسد وضد الأسد بنفسه شخصياً، الأمر الذي يعني أنا في اعتقادي أذعن النظام ولو إلى حين بانتظار ربما يعني تدارس الأمر من من قبل النظام وطبعاً الروس والإيرانيين. لكن نحن زمنياً على مقربة كبيرة جداً مما حصل في خان شيخون. ما دلالة التوقيت الذي يأتي فيه التحذير الأمريكي الآن؟ يعني التحذير الامريكي الحقيقه يعني يمكن ان نقراه من اكثر من جهه بمعنى م. ان الخط الاحمر الذي وضعه ترامب باستخدام السلاح الكيماوي لا زال الرئيس ترامب عند هذا الخط وممنوع تجاوزه واي محاوله لتجاوز هذا الخط اذا ستلقى ردع لكن بنفس الوقت الحقيقه ربما يعني يسطر الرئيس ترامب ان قتل قتل السوريين مسموح باستخدام مم. البراميل وباستخدام الاسلحه الفتاكه الروسيه مم. وطبعا مقاتلات لكن غير البرامل. مسموح بالكيماوي لكن... يعني هذه النقطه ما كنت ساثيرها معك سيد عمر، لو انا اردت الحديث يعني من وجهه نظر مواطن سوري، يعني كيف يمكن سؤال امريكا عن هذا الموضوع بالتحديد؟ يقتلوننا بالبراميل متفجرة لا باس لكن بالكيماوي لا، هل السؤال مطروح في هذه النقطه بالتحديد، هل الكيماوي هو الخط الاحمر الجديد الذي تطرحه امريكا؟ اما ما دون ذلك مسموح به؟ يعني مع الاسف يبدو ان المعياريه الامريكيه قائمه على هذا الخط الاحمر بالذات وبالتالي اي قتل للسوريين بواسطه الاسلحه الفتاكه الاخرى وهناك طبعا حتى الروس انفسهم الحقيقه يرتكبون جرائم كبيره جدا باستخدام القنابل الارتجاجيه التي تخترق حتى الطاقه الارض وتخترق طبعا الملاجئ وتقتل السوريين يعني هذا امر لا تتحدث عنه الاداره الامريكيه والبراميل التي طبعا تقتل بشكل عشوائي المدنيين في كل يوم تقريبا في سوريا المعياريه الامريكيه مع الاسف لا تتحدث عن ذلك هذا طبعا باعتقادي يعني يسطر معياريه للجرائم مختلفه عن معياريه القانون الدولي لان في القانون الدولي اي جريمه ضد المدنيين يجب ان يعاقب عليها النظام او المرتكب لهذه الجريمه لكن مع الاسف في المعيار الأمريكية ليست كذلك سيد عمر أتمنى أن تبقى معنا سنناقش معك أيضا في ملفنا الثاني السياسي ابقى معنا في هذا الملف مشاهدين استمرار المباحثات بين الأطراف الدولية لعقد مؤتمر أستان الخامس بين النظام السوري والمعارضة المسلحة في الأسبوع القادم حيث من المرجح ان يناقش فيه او ان يناقش فيه المعنيون نشر قوات في مناطق خفض التوتر المتفق عليها في ظل اعلان عده فصائل في الجنوب للمؤتمر تقريرنا فيه مزيد من التفاصيل عداد الاجتماعات والمفاوضات بين وفدي النظام السوري والمعارضة المسلحة ما زال مستمرا فبعد اجتماعات جنيف ها هي أستانا تسير على نفس الدرب محاولة تسجيل الرقم خمسة في عدد مرات جمع الأضداد بعد أن جمعتهم لأربع مرات متتالية الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بسوريا تحاول البحث هذه المرة في مؤتمر أستانا خمسة المنتظر انعقاده الاسبوع المقبل ملف نشر قوات مراقبه لمناطق خفض التوتر المتفق عليه منذ شهرين. هويه تلك القوات واماكن انتشارها يرجح مراقبون ان يكون الحاضر الابرز خلال يومين من تلك المحادثات في ظل تصريحات تركيه تتحدث عن اليه تقضي بوجود قوات بين مناطق سيطره النظام والمعارضه على الارض. من المرجح أن تكون قوات روسية تركية في منطقة أدلب وروسية وإيرانية في محيط دمشق على أن تكون أردنية أمريكية في درعا في ظل الحديث عن إمكانية الاستعانة بقوات قرغيزية وكازاخستانية لكن أمام ذلك الاقتراح تحديات حقيقية على الأرض أولها إمكانية قبول المعارضة بدور إيراني مباشر عن طريق نشر قوات لها في محيط دمشق إضافة إلى تحديات أخرى بدأت تظهر تباعا أهمها إعلان 34 فصيلا في الجبهة الجنوبية لتحرير سوريا التابعه للجيش السوري الحر مقاطعه مؤتمر استانا لجمله من الاسباب مؤكدين ان اي شخص يحضر المؤتمر لا يمثل الجنوب السوري بل وذهبت هذه الفصائل ابعد من ذلك لتعتبر مشاركه اي فصيل في المؤتمر مباركة منه لتقسيم سوريا وخيانة للثورة أرحب بك سيد عمر مرة أخرى بعد متابعة هذا التقرير حول ستانا ومحاولات إنعقاده للمرة الخامسة هل تتوقعون فعلا أن يعقد؟ يعني بالتأكيد طبعا سيعقد باعتبار أن الدول الضامنة أو الدول الراعية لهذا الاتفاق ولهذا اللقاء يعني عازمة على عقده في الرابع والخامس من هذا الشهر وخاصة طبعا روسيا وأيضا تركيا وطبعا إيران والخارجية الكازاخستانية أعلنت عن الموعد وبالتالي سيعقد المؤتمر لكن السؤال هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر ما الذي سيتمخض عنه هنا هو تكمن أهميته لابد من مرور سريع على أيضا ما تمخض عن اللقاءات الأربعة في أستانا وتقييمكم كذلك لما رشح عنها ومحاولة تطبيقها على الأرض هل ما رشح في أستانا أربع مرات تم تطبيقه على الأرض فعليا أم واجه أيضا صعوباته الآخر؟ يعني بكل صراحة أقول أن هذه اللقاءات أو هذه الاجتماعات في الأستانا يعني كانت الحقيقة خطرة على سوريا لاعتبار أنها لم تأتي إلا بما سمي اتفاق خفض التصعيد وهو عبارة عن تقسيم لسوريا أولاً سوريا نظام الأسد التي طبعاً سم سميت سور سوريا المفيدة، ثم أربع مناطق لخفض التصعيد سينشر بينها وبين قوات النظام والميليشيات الطائفية الإيرانية، قوات فصل من روسيا ومن تركيا وأيضاً ربما من الأردن، وأيضاً هناك طبعاً لا ننسى أن القوى الخارجية الأخرى المتدخلة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن تقريباً منطقة شرق الفرات من الحدود التركية وصولا إلى رقة هي منطقة نفوذ طبعا أمريكية وجنوبا في التنف ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع روسيا على منطقة آمنة حماية لحدود إسرائيل وأيضا حماية لحدود الأردن وهناك طبعا أحاديث عن نشر قوات أردنية أمريكية في هذه المنطقة وبالتالي أصبح الصراع في سوريا مع الأسف هو صراع تقاسم النفوذ وصراع على تركه داعش الذي طبعا بدأ نعم. في أكثر طيب. من سيد عمر الاتفاق السابق حول ما سمي بمناطق خفض التوتر وهي الذي جاء بدعوى روسية على وجه التحديد هذا جرى خرقه من قبل النظام وبالتحديد في درعة لماذا برأيك مع العلم أن روسيا حليفة مع سوريا النظام طبعا يعني اتفاق خفض التوتر أو خفض التصعيد الذي أتى بأربع مناطق ومن ضمنها طبعا المنطقة الجنوبية درعا ضمن هذا الاتفاق يعني كانت هناك الحقيقة مباحثات بالتوازي مع ذلك ما بين الأمريكيين والروس والأردنيين لجعل هذه المنطقة بدءا من السويداء وصولا إلى الحدود طبعا العراقية الأردنية في مثلث التنف هذه المنطقة تجعل منطقة آمنة هذا بالافتراق مع ما جاء في الأسيتانة لكن استباقا كي لا تدخل درعا ضمن هذه المنطقة بادر النظام وحلفائه الايرانيين بايجاد موطا قدم وبالتالي قامت هذه الحمله الشرسه من القتل والتدمير على اهل درعا وعلى طبعا درعا وحتى وصولا الى الحدود لذلك حتى لا تشمل درعا في منطقه منطقة الآمنة التي طبعا يجري التفاهم بخصوصها طبعا قام النظام بكل ذلك الان دعني اتحدث قليلا حول مساله تواجد القوات الايرانيه ايضا على الارض هنالك في سوريا وهنالك حديث سبق مرارا وتكرارا حول ربما تمركز قد يكون لاحقا بالنسبه لقوات ايرانيه في محيط دمشق الى اي مدى من الممكن ان تقبل المعارضه بتمركز ايراني حول دمشق او حتى في بعض المناطق الاخرى ربما يعني المعارضه الحقيقه بشقيها السياسي والعسكري بالتاكيد لن تقبل اي وجود ايراني وتعتبر اي وجود ايراني هو احتلال، وبالفعل الان القوات الايرانيه والميليشيات طبعا المسانده لها ميليشيات حزب الله او الميليشيات الافغانيه والعراقيه هي بالفعل قوات احتلال يعني تفرضها او استجلبتها ايران الى جانب حرسها الثوري من اجل التغيير الديموغرافي ومن اجل الحقيقه غايتين، اولا ربط الطريق ما بين دمشق الى بيروت واصبحت هذه المنطقه تقريبا منطقه تغيير ديمغرافي بامتياز، الان بدءا من دمشق الى الحدود اللبنانيه تقريبا المناطق خاليه من سكانها، افرغت المعظميه، افرغت داريا والزبداني ومضايا، وبالتالي هذا من جهه، من جهه ثانيه تريد ايضا ايران ان تربط الطريق من طهران وصولا الى بغداد ثم الى دمشق. لذلك هناك الحقيقه صراع على تقاسم النفوذ في منطقه الباديه ما بين الميليشيات الايرانيه وبين طبعا قوات الجيش السوري الحر ومن جهه ثانيه ما بينها وبين وحدات حمايه الشعب الكرديه التي طبعا تخوض معركه الرقه هذا الصراع على تقاسم النفوذ او على تقاسم تركه الداعش ايران هي اللعبه الاساسي فيه جميل دعني أتحدث حول العقبات والمخاطر كذلك الذي تواجه الاتفاق أقصد أستانا وما يتمخض عنها يعني مثلا موضوع خفض التوتر ذكرنا قبل قليل أن هناك خرق حصل فيه مثل هذه الاتفاقات وكل ما يتمخض عن أستانا إلى أين سيصل بالنهاية أو إلى أين يصل هل يصل إلى طريق مسدود أم هو بحاجة ربما إلى إعادة صياغة على الأرض من أجل الوصول إلى فعلا تطبيق فعلي لما يرشح عن أستانا لأنه ربما قد يرشح على عن أستانا الخامس أشياء جديدة لم تكن قد رشحت في أستانا الأول حتى الرابع يعني الراعي الأساسي للأستانا واجتماعات الأستانا هم الروس والروس الحقيقه طوال تاريخهم سواء خلال فتره الاتحاد السوفيتي او ما بعد فتره الاتحاد السوفيتي وخاصه خلال فتره الرئيس فاديم بوتين لم يستطيعوا ان يحلوا اي ازمه حلا سياسيا في العالم. دائما كانت الحلول التي يلجؤون اليها هي حلول عسكريه بدءا من الشيشان وصولا الى جورجيا وصولا الى اوكرانيا واليوم في سوريا وبالتالي لا اعتقد ان الروس بهذا المسار يستطيعوا ان يدشنوا حلا سياسيا. بل بالعكس الحل الذي يريدونه هو حل على طريقتهم اما الاستسلام لفصائل الجيش السوري الحر او استمرار القتل وحتى مناطق خفض التصعيد لا يحترمون هذه المناطق وحتى اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعوه في نهايه العام الماضي الى الان لم ليس هناك وقف اطلاق نار حقيقي لا. في غالبيه المناطق سنرى ما قد يتمخض عن ستن الخامس وهل ايضا يطبق على الارض ام لا؟ شكرا جزيلا سيد عمر كوش الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا في ملفنا الانساني نتساءل كيف امضى السوريون عيد الفطر المبارك ولا سيما في ظل القصف المستمر والاشتباكات المندلعه بين قوات النظام والمعارضه وفي ظل حياه اللجوء لملايين السوريين وتدمير البيوت والمساكن اسئله يجيب عليها هذا التقرير انها الغصه السوريه الثالثه عشرة عيد الفطر في سوريا يمر بقليل من الفرحه وكثير من الالم وهو العيد الثالث عشر منذ اندلاع الثوره عام 2011 اجواء العيد هذا العام اختلفت من منطقه سوريه لاخرى في ظل اتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه أطراف الصراع في العاصمة الكازاخية أستانه ورغم اتهامات المعارضة للنظام بعدم الالتزام بالاتفاق في بعض المناطق كريف دمشق ودرعا إلا أن مناطق أخرى كإدلب وجدت فيه فرصة لالتقاط أنفاسها فكان بإمكانها التحضير لأجواء العيد بطمأنينة أكثر على خلاف الأعياد الماضية التي لم تخل من المجازر والقصف الذي كان يستهدف بغالبيته الأسواق باعتبارها نقطة تجمع كثيفة للسكان مع باب الهوى وباب السلامة فتح أبوابهما أمام السوريين المقيمين في تركيا والراغبين بقضاء هذا العيد بين ذويهم فتدفق الآلاف منهم على محافظة إدلب وريفها وعلى مناطق سيطرة قوات درع الفرات المحاذية للحدود التركية كمدن جرابلس والباب والراعي وهنا شهدت الاسواق حركه تجاريه كبيره وغير مسبوقه، بينما تجلت مظاهر الاحتفال حيث وجدت فيه الجمعيات والمؤسسات الخيريه الناشطه في مناطق المعارضه فرصه لاقامه بعض الفعاليات الترفيهيه للاطفال. مشاهد الفرح هذه غابت عن مدن وبلدات الغوطه الشرقيه، وكذلك محافظه درعا وريفها، وهي مناطق تشهد حمله قصف عنيفه من قبل قوات النظام والميليشيات الاجنبيه. لكن مناطق سيطرة تنظيم الدولة فلا حرمة العيد أو غيرها قادرة على وقف أنهار من الدماء تسيل في شوارع الرقة ودير الزور، والمحاصرون هناك يصفون مناطقهم بالجحيم الذي يصعب الفرار منه. في مخيمات النزوح الحرب طالت وطالت معها سنوات اللجوء، حتى أصبح الألم جزءًا من حياة ساكنها، لكن السوريين ما يزالون يحاولون إيجاد متسع من فرح. على الاقل من اجل اطفالهم في مناسبه كانت هي الاجمل بالنسبه لهم ففي مخيم الزعتري زينت شوارع المخيم بالاناره وبعض ادوات الزينه بشكل يختلف عما سبق. ايضا عن هذه الاسئله وما ورد في التقرير نستضيف مدير الموارد البشرية في جمعية النور السورية السيد رمضان حمد سيد رمضان بداية أنا فيك معنا كل عام وأنتم بخير ضعنا في صورة الأجواء العيد وكيف عايشها السوريون في الداخل كل عام وأنتم بخير وكل شعبنا السوري بخير وخاصة السوريين الذين نزحوا من ديارهم ومن مدنهم وأصبحوا في مدن الشتات وفي المخيمات السورية نعم كان العيد قاسيا على جميع السوريين في المخيمات حاولنا ونحاول دائما ان نزرع البسمة والفرحة على شفاه ووجوه اطفالنا. نعم ما الذي قدمتموه؟ ما الذي فعلتموه؟ ايضا هنالك سؤال اخر هل هل وجدتم الشارع السوري، الشعب السوري في الداخل يعني لديه قدرة ايضا على الفرح على الرغم من وجود صواريخ ووجود دبابات ووجود طائرات وما إلى ذلك؟ نعم حاولنا في من بداية شهر رمضان في مخيمات صدقة ومخيم الإخاء على الحدود السورية التركية في الداخل السوري أن أن نفعل برنامج للأطفال وخاصة من الأطفال من سن 16 لسن 18 برنامج خلال شهر رمضان استمر خلال شهر رمضان كله هو من ثم في العيد كانت هناك فعالية بأن احتفلنا بالمتفوقين منهم ووزعنا الهدايا والهدايا الرمزيه عليهم. نعم الشعب السوري والسوريون قادرون على الفتح في اقصى الظروف. م. وان لم نستطع ان نبتسم اثناء سيد, رمض... سيد رمضان عذرا على المقاطعه لكن نعم. اثناء انتم محاولاتكم مداواه جراح الاطفال السوريين والكبار من السوريين نساء شباب شيبان الى ذلك كيف كانوا يتعاملون معكم؟ كيف كانت تكون رده فعلهم ايضا على ما تقدمونه من مساعدات من اجل اطفاء نوع من الفرح؟ هذا ايضا كان يسعدهم ان ان يكون ان يكون هناك شيء مميز غير اعتيادي <applause> ما اعتادوا عليه خلال السنوات السابقه ونحن نحاول دائما ايجاد الجديد البديل المستمر حتى يكونوا حتى نكون ويكونوا هم كما نريد بين السعادة والفرح وأن نمسح الحزن عن وجوههم. كانت هناك فعاليات ومسابقات وأنشطة على مستوى الصغار وطبعا الكبار شاركوا فيها من خلال التشجيع وتشجيع أبنائهم وأطفالهم. طيب أشكرك جزيلا سيد رمضان حمد مدير الموارد البشرية في جمعية النور السورية كنت معنا هاتفيا مشاهدينا مستمرون معكم بعد الفاصل نناقش وإياكم في قضيتنا الساخنة احتدام الصراع الدولي والإقليمي على النفوذ في سوريا الحوار مسيره عقد نقترب اكثر نكشف تفاصيل لم تكن تراها نحلل الاحداث بعمق ودقه لترى الصوره باكتمال ووضوح الحوار ابعاد لا تنتهي سنوات على الانقلاب الحصاد المر الحوار مسيرة عقد لم نشهد العرب بهذا النشاط من قبل ويا ريتهم نشطانين بالخير يعني بالشر تأييد لترامب ودفع له باتجاه تجريم كل ما هو اسلامي يعني دعك من الان تعرف احنا بطلنا من زمان نتكلم في المعايير الاخلاقيه المؤامره اصلا هو ما تتفشى هي تتفشى فكره طبعا لكن العالم تحكم المؤامره يا اخي العالم ما يسمى بالاقبيه السفلى لهذه النظم ايران انا اراها اليوم عندما يقولون الجمهوريه الاسلاميه عندك كما مثل من يقول على الخمر مشروبات روحيه إسلام هذا فقط من التجميل خسروا في ميزان القوى في الجيش الخارجي لبنان وشرق اوروبا ووسط اوروبا بطريقه هائله انا الان اطالب بأنه الأنظمة العربية تتسم بشيء من المنطق مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد يحتدم الصراع في سوريا بين القوى الاقليميه والدوليه على النفوذ حيث تعزز الولايات المتحده الامريكيه تواجدها العسكري في تل ابيض ومنبج ويهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بارسال المزيد من القوات الى الشمال السوري في حين تحاول ايران والنظام الوصول الى الحدود السوريه العراقيه لكن الجيش الامريكي عاده ما يمنعهم في التقرير التالي تفاصيل اوفه يطول الصراع في سوريا وتطول معه الازمه وتتعمق وتزداد تشابكا بين الاهداف المحليه لطرفي الصراع والمصالح الدوليه والاقليميه ولا سيما بين اللاعبين الرئيسيين روسيا وامريكا ومعها ايران وتركيا حتى بات حديث الرؤساء عن التقسيم او تقاسم النفوذ علنيا. في الامس القريب افادت مصادر في المعارضه السوريه بانتشار ارتال عسكريه امريكيه جديده في مدينه تل ابيض شمال شرقي سوريا. ارتال وضعتها المعارضه كمحاوله امريكيه لمنع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من تنفيذ تهديداته بارسال قوات الى المناطق الخاضعه لسيطره الاكراد ولعل الترجمه على الارض كان القصف المتبادل بين تلك القوات على الحدود السوريه التركيه. غير بعيد من هنا ثمة الحدود السورية والعراقية والأردنية ومرتفعات الجولان، حيث تسعى إيران عبر الحشد الشعبي تارة أو عبر قوات النظام وما تخوضه في البادية وعن طريق ميليشياتها في سوريا فتح طريق لها من الحدود العراقية عند معبر التنف أو الحسكة ليصل بدمشق ومنها إلى بيروت وتعزيز نفوذها في البلدان الثلاثة. هذا المخطط حاولت الولايات المتحدة التحذير منه عدة مرات. ليصل لحد التدخل العسكري الامريكي المباشر عبر قصف ارتال للحشد الشعبي من جهه العراق عند اقترابها من الحدود السوريه، وعبر قصفها ايضا لقوات النظام عند اقترابها من مثلث الحدود الاردنيه السوريه العراقيه، ليصل الامر الى اسقاط الجيش الامريكي طائره حربيه سوريه فوق الرقه، اضافه الى تدمير طائره تجسس ايرانيه. وبحسب خبراء عسكريين فان الضربه كانت رساله واضحه من واشنطن للمعنيين بعدم الاقتراب من الحدود او من المناطق التي سيتم تحريرها من تنظيم الدوله ولا سيما معركه الرقه لما تشكله تلك المناطق من اهميه استراتيجيه كبيره للولايات المتحده. كل ذلك ياتي في ظل الحديث عن مناطق امنه في الجنوب السوري واحده لحمايه امن اسرائيل واخرى لحمايه امن الاردن. وإجماع الأطراف الدولية على نفوذ روسيا في الساحل السوري وحمص بما تحتويه من قواعد عسكرية روسية لن مشاهدين دعونا نرحب في البداية بأيمن العاسمي عضو المجلس العسكري للجيش الحر سيد بداية أهلا فيك معنا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والكادر العام في قناة الحوار حياك الله دعونا قبل أن نناقش أيضا مشاهدينا نرى بعض توزيع القوى في الخريطه ايضا السوريه حيث نتحدث عن صراع النفوذ داخل سوريا بداخل تلك الحدود السوريه يحاول كل لاعب دولي واقليمي ومحلي الاحتفاظ بمكاسب استراتيجيه ومصالح ذاتيه له في هذه النقطه بالتحديد التي نشاهدها على الشاشه تتواجد قوات تركيه ولا سيما في جرابلس وصولا الى مدينه الباب في ظل حديث عن سعي تركي كذلك بالتحرك نحو منبج لكن إذا ما أردنا الحديث في نقطة أخرى هنالك مناطق نفوذ أمريكية في شمال شرقي سوريا وهي مناطق تنتشر فيها القوات الأمريكية وقوات كردية ولا سيما شرق نهر الفرات إضافة إلى عفرين غرب النهر أيضا مشاهدين في الحديث عن الحدود السورية العراقية الأردنية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات بريطانية وفصائل من المعارضة مدعومة من التحالف في قاعدة التنف وهي تمتد بين ريفي درعا والقنيطرة وحدود الاردن وخط فك الاشتباك في الجولان، ايضا هنالك معبر القائم او البوكمال اضافة الى الحدود العراقية السورية حيث يحاول الحشد الشعبي الوصول اليه او اختراقه من الداخل السوري تحاول قوات النظام الوصول إلى الرقة وكذلك أيضا إلى دير الزور للسيطرة على مزيد من الأراضي سيد أيمن ربما هذا يعني شرح فيه تفاصيل كثيرة لكن نحن سريعا حاولنا وضع سد المشاهدين في يعني بشكل عام بداية أمريكا نشرت قوات في تل أبيض وفي منبج ما هي رسالتها برأيكم؟ سيدي بداية يعني أريد أن أتكلم بالعموم قبل ان اتكلم بشكل يعني دقيق عن هذه المنطقه. لماذا يعني الان بدا النفوذ او صراع النفوذ في سوريا وكيف بدا؟ حقيقه الكل كان قد اعطى للنظام فرصه بان يستجمع قواه ويسيطر على سوريا مره اخرى عندما ادركوا ان هذا النظام لم يستطيع ولم يستطيع طبعا ان يفرض سيطرته مره اخرى وانه لم يبقى لديه الجيش الكافي الذي يشكل اساس النظام حتى يعيد سيطرته بدا صراع النفوذ صراع النفوذ هو انه يريدون نظام جديد في سوريا يخضع للاملاءات الخارجيه وبالاخص بموضوع القضيه الفلسطينيه واسرائيل تحديدا يعني اي 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 املاءات من اين ستاتي هذه الاملاءات هل من يريد يا هذا النظام امريكا في في اتجاه وروسيا في اتجاه اخر آه الخلاف بينهم ليس جذري الخلاف هو على يعني الامور الشكليه والامور ليست الاساسيه الامور الاساسيه متفقين عليها هناك امور اساسيه اتفق عليها الروس مثل, هو مثل آه يمنع وصول آه يعني اشخاص آه غير خاضعين للسلطه الدوليه آه ان يكونوا حكام سوريا في المستقبل نعم يمنع آه وصول إسلاميين للسلطه هذه اللاءات معروفه عند الامريكان والروس ايضا أه. مستقبل الاقليات النظام شكل النظام شكل الدوله هذه الامور كلها متفقين عليها الروس لكن التنفيذ كيف سيتم هنا جاءت مناطق النفوذ م. مناطق النفوذ حتى تفرض نظام جديد يتشابه مع النظام الذي سقط انا اعتبره سقط اما موضوع منبج لا شك ان منبج الان ربما تكون هي الشعره التي ستقسم ظهر يعني التحالف داخل داخل سوريا حقيقة أنت تعرف أن كثير من الدول متحالفة داخل سوريا لكنها لا توافق على النهج الأمريكي داخل سوريا بمعنى أن إعطاء أولوية وإعطاء إمكانيات أكثر وتسليح أكثر للوحدات الانفصالية في سوريا هذا يؤجج الخلاف الأمريكي التركي وأيضا يؤشر على أن هناك نوع من الاعتماد أكثر على ميليشيا انفصالية تسعى الى اخذ جزء من سوريا وعمل دولة، وهذه الدولة التي يعني امريكا تفكر فيها ربما تغضب كثير من الدول، تغضب تركيا، مه. ايران، حتى العراق، لانه حقيقة انت تسمع الان هناك استفتاء في شمال العراق كردستان صحيح لذلك هذه المنطقة عبارة عن يعني قنبلة موقوتة ستنفجر في اي لحظة، عندما يزيد الدعم وعندما تصرح امريكا اكثر، انت لاحظ يعني قبل عدة ايام قالوا ان هذه هذا الدعم سوف يلتغي او سوف يقل او سوف يسحب قسم من الاسلحه عند انتهاء معركه الرقه. الان هناك تصريح جديد اليوم والامس انه ليس بالضروره ان يسحب ربما تكون المعركه طويله مع داعش، اذا فهم يمهدون الى تغيير الراي بمعنى ان الامريكان يرون ان هذه الميليشيات هي ذراع في المنطقه لهم. تضغط على سوريا مستقبلا وتضغط على تركيا الان وتحصل من خلالها امريكا على تنازلات من الدوله التركيه نعم. التي الان تظهر وطبعا كل معركه مع داعش تطول حسب ما ي... يريدون زمنيا يعني لو نظرنا مثلا في سرت كانت في بقعة صغيرة تجلس داعش ولكن أكثر من ثمانية أشهر حتى تم القضاء عليها أيضا في الموصل قبل أول أمس أو, أو أمس تم الإعلان رسميا عن انتهاء داعش في الموصل ولكن كم المدة التي أيضا حصلت مع العلم أنه التواجد, التواجد تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل لم يكن بذلك الحجم الكبير في ظل كذلك تحالف دخل إلى الموصل اليوم في الرقة إذا ما أعلن أيضا عن وجود داعش بشكل رسمي والتقدم اليها ربما حتى تطول زمنيا ايضا. يا سيدي اذا تابعت قبل فتره الاتهام الروسي الى الميليشيات فيما يخص معركه الرقه تحديدا آه قالوا بشكل يعني واضح ان الميليشيات الكرديه سمحت لداعش ان ينسحب من جنوب الرقه، في الامس اعلنوا انهم اغلقوا هذه المنطقه جنوب الرقه في منطقه كسر عفنان، معروفه هذه المنطقه مم. تماما. لماذا الان؟ لأن معظم قيادات داعش والكادر الأصلي الأجنبي المتواجد في الرقة الذي يبلغ عدده ما يقارب 12 ألف تقريبا مقاتل بينما التحالف يقول 4000 أنا أقول من 12 إلى 13 ألف مقاتل هؤلاء كلهم خرجوا بقي الأشخاص المغرر فيهم مع داعش من أبناء الرقة يقاتلون فبالتالي تركوا النواة الاساسيه والعمود الفقري الاساسي لداعش يخرج وينتشر في منطقه اخرى حتى تبقى لهم حجه مستقبليه، الان قبل قبل يومين قال الناطق الرسمي باسم الوحدات الكرديه الانفصاليه قال ان المعركه ستطول ونحن نقول ان معركه الرقه هي نوع من الاستعراض حقيقه، م. انا ارى الامكانات غير كبيره للصمود، لكن كادر كادر عسكري لدى داعش موجود لكن ليس امكانيات امكانيات الصمود امام هذه الطائرات وهذه الاسلحه يعني امر يعتبر نوع من الاسفاف حقيقه لا. ان نقول ان داعش سوف تصمد امام هذا التحالف فبالتالي هي اداه إذا أرادوا أن يقتحموا دير الزور غداً يقولوا أن القوات انسحبت إلى دير الزور تمام فسيذهبون إلى سيد أيمان أريد أن أعود لنقاشنا الذي ورد في سؤالنا الأول أو طرحنا الأول وذكرت مسألة الدولة الانفصالية التي تلوح بها أمريكا ويلوح بها ربما الجميع في وجه تركيا لأن تركيا ما هي خياراتها تجاه الأكراد؟ في ظل التواجد الامريكي يا يا سيدي ودعم حتى الدعم معلن بالمناسبه هذا السؤال اهم سؤال يعني يجب ان يطرح في هذا الوقت ما هي خيارات تركيا وانا اقول دائما خيارات تركيا الان وبشكل صريح وهذا يجب ان تصل الى القياده التركيه عموما يجب ان لا تستغني تركيا عن حلفائها داخل سوريا بشكل كامل سواء كانوا من الاسلاميين الغير مرغوبين او من الفصائل التي تعتبر جيش حر وانا امثل جيش حر هنا لذلك الاستراتيجيه الان وماذا يمكن ان تتبعه الدوله التركيه بما يتعلق بهذا الموضوع هو دعم الفصائل، يا سيدي لدي مثال التاثير التركي في الشمال بدا منذ درع الفرات، نحن نعرف ان تركيا لديها تاثير لديها تاثير منذ بدايه الثوره، لكن التاثير الفعلي والمنطقي والواقعي بدا من درع الفرات، لماذا؟ لان هناك تم تحالف بين فصائل الجيش الحر والجيش التركي وشاهدنا خلال 48 ساعه تقريبا تم تحرير 112 منطقه مم. في درع الفرات، اذا الاستراتيجيه ال ال والخيار التركي هو ان تدعم كافه الفصائل مم. وحتى لو كان هناك نوع من التباين في الفكر، لكن هذه ال يعني هذه الهوه في الفكر والمسافه بين فصيل وفصيل داخل سوريا هذه سهل جسرها حقيقه مم. من خلال نوع من الحوار بين لكن الفصائل لكن تتوقع ان يعني يكون هنالك درع فرات ثاني ووصول جديد دعنا نسمي الى حدود حلب من قبل القوات التركيه يا سيدي انا اتوقع ليس درع فرات ثاني ساتوقع درع فرات ثالث ورابع لانه المعركه م -م. سوف تطول بسبب ما يبيت لتركيا من هذه الوحدات الانفصاليه وما يبيت لسوريا من تقسيم ومناطق النفوذ هي عباره عن تقسيم تقسيم لكن غير تقصد في ما تقصد فيما يبيت من قبل هذه ال... القوات الانفصاليه، هل امريكا تحارب تركيا ولكن بشكل ملتف عن طريق هذه القوات مثلا؟ انت تعلم ان الهجمه على تركيا يعني اشتدت عندما فشل الانقلاب، لو نجح الانقلاب في تركيا كان يعني الامر اشتد على الثوره السوريه وعلى المنطقه عموما بشكل سلبي. لذلك عندما فشل هذا الانقلاب تاكد الجميع ان تركيا اقوى مما كانوا يظنون، والان تدخلها في سوريا وتضامنها والتحالف مع الجيش الحر وفصائل أيضا محسوبة على الجهة المعتدلة إسلاميا أيضا هو نوع من يعني الاستراتيجية بعيدة المدى مم. التي ربما يعني تشوبها بعض لحظات الانتظار والصبر على الآخر الآخر هو الروس والأمريكان طبعا فأنا أعتقد أن التحالف سيكون مستقبلا بين الجيش التركي وبين فصائل الثورة السورية هو تحالف استراتيجي وسوف يكون له نتائج كبيره نعم. والان نتائجه في درع الفرات وربما. يعني جيده ربما اذا انطلقت معركه المعركه الكل كذلك ينتظر شكل الدورة التركي في هذه المعركه تحديدا لكن سيد ايمن دعنا نترك الشمال قليلا ونتحدث عن الشرق ونتحدث كذلك عن الجنوب ما هي مصلحه ايران على وجه التحديد بالسيطره على الحدود الشرقيه الجنوبيه السوريه يا سيدي يعني الان عرضت 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 حضرتك خريطه على صحيح نعم، هذه المنطقة الآن تعتبر يعني ببدايات النفوذ ببدايات يعني رسم النفوذ في المنطقة الشرقية، الآن سوف يتطور أكثر النفوذ لكن سيتطور بعد أن تبدأ معارك بين جميع الأطراف، مم. بمعنى أن إيران لن تقبل بأن يكون النفوذ الروسي الأمريكي أكثر من نفوذها بسوريا لأنه هو يعتبر هذا الأمر كسر للمشروع الإيراني في المنطقة مم. وإذا أردت أن تفهم هذه المعادلة تماماً في المنطقة الشرقية والجنوبية يجب أن تنظر إلى منطقة الحدود السورية اللبنانية هناك الآن أمر غير معلن لكنه يوجد أبراج أوه. مراقبة آه. أمريكية بريطانية في هذه المنطقة هذه الأبراج حتى تفصل سوريا عن لبنان بشكل دقيق ولا يكون هناك مخرج لحزب الله في هذه المنطقة فبالتالي إيران تجد البديل أين؟ تجد البديل في الصحراء الشاسعة التي تطلع العراق الذي فيه ميليشيات كبيرة وعديدة تحالف هذا هذا النظام الإيراني فبالتالي هي ترى أن هذه المعركة مصيرية أكثر من معاركها التي كانت في الزبداني لأنها تعتبر خط إمداد من بغداد إلى دمشق وإذا بعدنا أكثر من طهران إلى بغداد إلى دمشق طبعا على سيرة هذا الحديث برأيك هل, هل تنجح إيران أو الخطط الإيرانية بوصل بغداد، بطهران، بدمشق، ببيروت حتى. يا سيدي انا اعتقد رغم الجميع يشعر ان هناك نوع من الاتفاقات الموجوده تحت الطاوله بين الامريكان والايرانيين، خاصه مم. بعد الاتفاق النووي، لكن هناك هوامش وهذه الهوامش مفادها كالتالي. هذا الخط الاحمر الذي نشاهده الان يسمح للقوات قوات الميليشيا العراقيه الايرانيه ان تصل اليه من الجهه الشرقيه. لا. لكن لا يسمح للميليشيا الإيرانية أن تصل إليهم الجهة الغربية هذه النقطة التي ربما يعني لا يفهم البعض, يفهم البعض بشكل دقيق لأنه مجرد وصول هذه الميليشيات إلى الطرفين إذا لم يعد هناك سيطرة كبيرة لبقية الدول والمجتمع الإقليمي وخاصة الأردن تحديدا لذلك هذه المعركة ترتبط في المعركة الجنوبية لان لا يعني في وجود قوات بريطانيه واردنيه ايضا في نعم الجنوب لذلك الان هذه المنطقه ربما تشهد أقص اقصى المعارك واقواها وايضا سوف تشهد تشابه كثير وانتم شاهدتم عندما حاولت قوات ايرانيه التقدم الى التنف تم ضربها وعندما حاولت ايران ارسال طائرات بدون طيار تم اسقاطها فبالتالي هذه المنطقه تعتبر يعني اي جهه اذا قامت بخرقها سوف تتسبب بحرب وهذه الحرب انا اعتقد انها قادمه لان الموضوع ليس موضوع حدود ومعابر طيب قبل ان نتحدث عن القادم يعني ما شرحت وموضوع وصول الميليشيات من طرف وعدم ضروره عدم وصولها من طرف اخر ومحاوله سيطره قوات يعني بشكل, بشكل دقيق وكذا و... بشكل دقيق يسمح لهم من قبل أمريكا أن يصلوا إلى الشرق لكن ليس مسموح لهم أن يصلوا من جهة الغرب هذه هي المعادلة تمام الآن القصف الأمريكي للطائرة السورية والإيرانية فوق الرقة في, في أي إطار هذا يأتي؟ أو مثل هذه الأحداث العسكرية في أي إطار يمكن تصنيفها؟ نعم. يعني درجة العادة في سوريا في المعارك كل من يريد أن يشرع نفسه ويظهر نفسه على الساحة يقول أنني أحارب داعش <applause> فالنظام بهذه العملية يقول أنني أحارب داعش حتى الروس عندما تدخلوا في سوريا في 2015 في في الشهر التاسع قالوا انه نحن اتينا لمحاربه داعش ولم م. يحاربوا الا فصائل الجيش الحر والفصائل المعتدلة فكل من يريد ان يشرع وجوده ويعطي رساله للمجتمع الدولي خارج سوريا والمجتمع الاقليمي يقوم بعمليات مناوره ضد داعش فالنظام عندما حاول ان يقوم بعمل مناوره ضد داعش بوجود الامريكان قاموا الامريكان باسقاط هذه الطائره م. بمعنى انه اذا اردت ان تقاتل هذه المجموعه او هذه الداعش يجب ان يكون لديك موافقه مننا فبالتالي هو يريد ان يشرع نفسه ولا يقبل الامريكان بشرعنه النظام الا اذا كان عبرهم عبر الامريكان تحديدا فلذلك آه النظام يجد لا. ان الروس داعمين له في, في 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 هذه المعركه لكن حقيقه الامر ان الروس لا يستطيعون ان يتخطوا الراي لكن الأمريكي كما. لكن في, في اريد ان اتوقف انا دائما عند ايران وموضوع صراعها على الحدود مع امريكا، هذا الموضوع على وجه التحديد الى اين من الممكن ان يصل؟ هل من الممكن ان يصل الى احتدامات وصراعات عسكريه ما بين الطرفين في النهايه ام لا؟ هو يتوقف عند حد معين. لا حقيقه يعني جواب للاخر ثم ساحلل هذا الامر. الحرب بين الامريكان والايرانيين متوقعه، متوقعه لماذا؟ لان طموح الايرانيين اكبر امكاناتهم اكبر من المخطط الأمريكي. الامريكي في المنطقه يعني الان شهد من الذي سلم العراق لايران هم الامريكان الميليشيات التي تقاتل الان في ايران وفي العراق وفي الموصل من الذي يغطيها هو التحالف م. الذي تقوده الولايات الامريكيه في في سوريا الصوره مختلفه لماذا لان يسمح لايران هذه اللغه الامريكيه ان يكون لها نفوذ في العراق لكن لا يسمح لها ان يكون لها نفوذ في سوريا ايران لا تقبل هذا الامر حتى تستفرد في العراق بشكل كامل هي تضغط داخل سوريا ربما تجد يوما ما تراجعت ايران عن سوريا لكن في المقابل اذا كان امر اتفاق فهي سوف تاخذ نفوذ اكثر في العراق فبالتالي طموحها يدفعها الى ان تصطدم مع هذه القوة وربما هذا قد يفسر في ظل موضوع التحالف اللي وضعته امريكا لمحاربه تنظيم الدوله في في الموصل امريكا شاركت في شاركت في 5000 جندي جميعهم كانوا في الخلف بينما الميليشيات الإيرانية التي شاركت وغيرها من دول أخرى والحشد الشعبي والقوات الركية هم من كانوا في الأمام هذا سبب تحالف الأمريكان مع الوحدات الانفصالية مهم. هم يريدون أدوات والميليشيات في العراق أيضا هي أدوات أول عرض كان الأمريكان هو على الجيش الحر أن يقوموا بدعم الجيش الحر في مقابل أن يتحركوا حسب الرغبة الأمريكية في محاربة داعش فقط دون محاربة النظام هذا الأمر لم نقبله لذلك تم البحث الامريكي عن بديل اخر فوجدوا الميليشيات الانفصاليه ووجدوا الميليشيات الشيعيه، هم يريدون ادوات، نحن لا نقبل ان نكون ادوات، نحن اصحاب مشروع في هذا البلد ومشروعنا هو هو مشروع لكل السوريين ومشروع سلام في المنطقه. الايران سوف تصطدم مع امريكا بسبب ان مشروعها ليس مشروع سلام، هو مشروع سيطره، مشروع سيطره لاعاده التاريخ، ربما يقول بعض هذا الكلام يعني ليس دقيق، نعم الدول تفكر بهذه الطريقه. كان هناك إمبراطورية في السابق الآن هي تريد أن تعيد أمجادها من يفكر غير ذلك فهو مخطئ حقيقة سيد أيمن العاسمي عضو المجلس العسكري للجيش الحر سعدنا بتواجدك وأيضا مشاركتك معنا شكرك جزيلا الشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في حلقتنا الأولى من سوريا في أسبوع هذه أطيب المنى في أمان الله